الأستاذة منيرة بلبي، مناسقة جهوية لجمعية مرسى تشاد لمراقبة الانتخابات، محامية في سفاقس. ندوة اليوم تتعلق هي ندوة جهوية وندوة حوارية تتعلق بصياغة توصيات لإعداد مقترح مشروع قانون انتخابي جديد. كما العادة مرسى تشاد حاضر اليوم لأنه هو عودنا منذ 2011 منذ تأسس الجمعية أنه يساهم في تطوير المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالانتخابات، واليوم احنا استدعينا كجمعية مرسى تشاد. الدعوة كانت موجهة للمجتمع المدني اللي يتعلق به معناتها يهتم بالشأن الانتخابي، وبعض الشخصيات اللي هي أيضا تعمل في مجال الانتخابات مثل المدير الجهوي معناتها للهيئة الفرعية للانتخابات وبعض الأعضاء من البرلمان. وعندنا تقريبا يعني الأكثر الحضور هو المجتمع المدني. الهدف من هذه الندوة هو صياغة توصيات لعدد مقترح مشروع قانون انتخابي جديد. وقت اللي نقوله قانون انتخابي جديد يتبادر للذهن لأول مرة أنه وكأنه الانتخاب القانوني القديم مش يتم معناتها الابتعاد عنه أو تركه في مكان معناتها بعيدا لنعمل على انتخاب قانوني جديد، ولكن هذا ليس هذا هو الهدف. احنا مش ننطلق من القانون القديم الصادر في 2014 اللي معناتها تونس خدمت به في كل المناسبات الانتخابية من 2011 ل 2024. لكن ما ننساوش انه بعد الاستفتاء وقبل حتى الاستفتاء صدور المرسوم عدد 55 دخل هذا المرسوم عديد التحذيرات على القانون الانتخابي. واحنا نعرفوا انه كدارسي قانون انه المراسيم لا تنقح القانون، وبالتالي وقفنا على المساله هذه وحبينا نعرفوا المرسوم هذه عدد 55 شنو اللي حطوا جديد في القانون الانتخابي. اليوم الندوه هي كما قلت هي معناتها صياغه التوصيات، مش ننطلقوا من القديم من الانتخابات اللي صارت في 2000 انتخابات 2000 محلية في 2024، وباش نحاولوا نعرفوا ما بين قانون 2014 ومرسوم عدد 55. معاملين برشا على سماع المجتمع المدني، ومش في النهاية باش تكون عندنا معناتها باش ندونوا التوصيات اللي تكون معناتها نبنيوا عليها أفكار أخرى يعني اعداد مشروع قانون. الندوه اليوم هي مرحله مهمه، انا نشوفها مهمه للاستعداد للمرحله الانتخابيه القادمه. نجم نقولوا هذايا معناتها باش نشوفوا احنا عباره اليوم كعين مش ترصد الانتخابات الثغرات اللي هي معناتها تحطت في من خلال سواء على المجال التطبيقي او لانه احنا كملحدين يعني كنا نخدم على مستوى مراكز الاقتراع، فحبينا هي شبه مقارنه ما بين الانتخابات اللي صارت في 2014 والانتخابات اللي صارت مؤخرا في 2024، ونحاولوا انه نجمع ما بين القديم والجديد لنعرف ماذا يمكن ان نكتب حول توصيات لتحسين